البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم، خطوة كبيرة ومهمة قطعها النادي الأهلي بشخصية البطل خارج ملعبه، اقتنص 3 نقاط من ملعب الشهداء الصعب بكل شجاعة رغم كل الظروف ورغم الإصابات ورغم الغيابات واستفزازات يمكن من منافس كان عنيد جدا اليوم والمباراة اللي فاتت هنا في مصر. ولكن دايما بنقول الأهلي بمن حضر، هذا ليس شعارا رنانا بل جهد وعزيمة التزام، شفنا ده بشكل كبير في الملعب، وكده يمكن بيبعد موسيماني بالجهاز الفني واللعيبة وبيشيلوا عن كاهلهم ضغط يمكن ومسؤولية كبيرة كانت ممكن تقابلهم في قادمات المباريات، خاصة انت النهاردة عندك مباراة مهمة جدا هتجمعك مع اخواتنا في السودان في 2 ابريل امام طبعا المريخ السوداني، فكان لازم نقفل هذا الملف، كان لازم نقفل ملف فيتا كلاب على خير علشان نركز في اللي جاي، ودايما اللي جاي اصعب. النهارده معانا الكابتن احمد صديق نجم النادي الاهلي طبعا السابق علشان نتكلم عن ماتش اليوم، هو سعيد برضو منتشي قوي وفرحان اكيد بالفوز. اهلا بك يا كابتن احمد، مبروك علينا. الله يبارك فيكي. ازيك يا كابتن ومبروك النهارده. محمد ازيك؟ الحمد لله كابتن كل تمام. مبروك طبعا، و هنتكلم طبعا عن المباراه، لكن عايز اعرف منك، كنت قلقان قبل الماتش؟ كنت خايف من السيناريو الأسوأ ان لا قدر الله يحصل النهارده حاجه ويبقى مشكله الوصول لدور الثمانيه للنادي الاهلي هتبقى مشكله صعبه، ولا كنت واثق في لاعبتنا وواثق ان احنا هنعدي المباراه ديت؟ لا طبعا، في البدايه كابتن سعيد بوجودي معاكم النهارده يا رب كده لما متواجدين بقى في النهائي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نحقق البطوله العاشره باذن الله لا طبعا في البدايه بنبارك للجهاز الفني للنادي الاهلي واللعيبه ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي. مكسب باداء الحمد لله بنتيجه كبيره جدا بتعوض عدم التوفيق اللي كان موجود في المباراه اللي كانت في استاد القاهره. يمكن المباراه في استاد القاهره لو كانت مشيت او كان في جزء بسيط من التوفيق كانت النتيجه ممكن تبقى اكبر من 3-0 بتاع النهارده يعني. صح. فمبروك، مبروك اداء. يمكن الاهلي لعب بشخصيه النادي الاهلي، دي شخصيه النادي الاهلي الحقيقيه اللي على طول بتبقى موجوده في المباريات الصعبه. فمره ثانيه مبروك، انا مبسوط جدا من الاداء من النتيجه من التوفيق الحمد لله انه كان موجود معانا النهارده الحمد لله. من نسر مباراه اليوم يا كابتن من وجهه نظر احمد صديق؟ شايف الفرقه كلها والجهاز الفني، ما اقدرش اقول حد بعينه، لان للامانه مع الضغط اللي كان موجود يا كابتن بعد التعادل على ملعبنا وكان في سوء توفيق كبير قوي ما كان موجود معانا، ان الاداء يطلع بالشكل ده والنتيجه بالشكل ده، فبحيي او من وجهه نظري اللعيبه بجهاز فني كلهم رقم واحد النهارده. وكانت مباراه على الحسابات، مباراه صعبه، خلينا نتكلم على التحديات اللي كانت قبل المباراه. انت عارف طبعا الجو والارضيه وانك بتلعب الساعه 3 الظهر، في بعض الاصابات، في بعض الغيابات، ده جزء. الجزء الثاني الضغوط اللي على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بعد التعادل هنا، انك مطالب بشكل كبير انك تفوز. وانت اتكلمت على نقطه مهمه جدا، شخصيه النادي الاهلي، يعني وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب قبل السفر للفرقه، روحوا بشخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل. انت شفت على المستوى، اطمنت امتى؟ طبعا الجون جه بدري طمنا شويه، لكن يعني ايه الملامح اللي انت شفتها من خلال تشكيل موسيماني كانت بالنسبه لك مفاجاه، وحسيت ان هو فعلا وصل للتشكيل الامثل في هذه المباراه؟ والله يا كابتن كان اليوم من بدايته اليوم مثالي كتفكير جهاز فني، كتشكيل، كاداء لعيبه، كضغط من اول دقيقه في المباراه. يمكن انت بتتكلم في اول دقيقه اول دقيقتين ممكن هدف لمحمد شريف، بعدها على طول هدف لمحمد شريف في ثلث ساعة. يعني بالزبط. فلا يعني من البداية انا شايف التركيز كان كبير قوي، يمكن اكيد التركيز كان موجود من قبل ما يسافروا، من بعد المباراة مباشرة اللي كانت موجودة هنا على ملعبنا التركيز كان مهم جدا. 3 بونت مهمين قوي يا كابتن، حضرتك انت حتى لو انت مش واخد البطولة برضو تفكير النادي الاهلي، تفكير جهاز فني، تفكير مجلس ادارة، هلعب على بطولة افريقيا، لكن انت كمان البطولة اللي فاتت انت البطل، فطبيعي جدا رايح بشخصية البطل مع سوء توفيق كان موجود في المباراة اللي هنا. كل دي كانت عوامل كانت مخليه اللعيبه مركزه من اول دقيقه. التشكيل كان مميز جدا وجهه نظري. ايه اللي عجبك في التشكيل؟ قلت اول ما سمعت التشكيل حتى قبل المباراه التشكيل كده، طب كويس ان فلان بيلعب، مين؟ بدايه انا كابتن مبسوط جدا لعب باتنين في نص الملعب بس. الطبيعي بتاعنا. كنت خايف يلعب بثلاثه؟ كنت خايف، مش خايف بس ما كنتش حابب انه يلعب بثلاثه في نص الملعب. تمام. طبعا مش تدخل في الناحيه الفنيه خالص، لكن فنية. وجهه نظري انا بشوف ان احنا الاثنين في نص الملعب ايا كان الاثنين من الثلاثه، يعني حمدي فتحي مع السوليه مفيش مشكله، ديانج مع السوليه او مع حمدي مفيش مشكله، اي اثنين في الثلاثه، مع اكرم، مع اي حد، المهم اثنين. مع عبود قفشه بيأدي بشكل كويس قوي،
مع النهارده بتتكلم في ثلاثه يعتبروا ثلاثه فروده ما عندكش مشكله خالص، محمد شريف ومروان وأجاي الثلاثه فروده ما عندكش مشكله خالص، ثلاثه بيعرفوا يروحوا على الجول، ثلاثه بيعرفوا. قول لي اول ما شفت التشكيل قلت بيجاوب اجابات دبلوماسيه يعني انا فعلا عايزك تحدد بالاسماء يعني قلت ده كويس النهارده كويس محمد شريف انه لعب كويس محمد شريف ما انا بتكلم يا كابتن كويس ان الثلاثه دول موجودين مع بعض يعني بتتكلم على شريف ومروان شريف ومروان كده كده موجود انا يعني انا مبسوط ان الاثنين دول موجودين وانا كنت متوقع كده بشكل كبير قوي كنت متوقع يعني كنت متوقع ان شريف هيبدا وكنت متوقع ان ممكن يبدا مش فرويد صريح البعض قال لك لا بواليا لازم يبدا لان معروف على الظروف عارف اجواء المباريات اللي زي ديت منهم هو بشكل كبير وبعدين يعتمد على شريف هي الفكره كلها بالنسبه لي ان شريف يبدا مع فيرو الثاني مع مروان او بيساعدوا بعض بوليا مفيش مشكله خصوصا مروان كمان النهارده عمل مباراه كويسه جدا يا كابتن جدا للامانه يعني مع حراس هداف لكن كان عامل مؤثر كان ليه دور كبير قوي النهارده مع اجايي يعني ما شاء الله يعني لو اتكلمنا على كل اللعيبه انا عايز اقول يعني نقطه مهمه جدا انا في اعتقادي كان اي 11 هيبدا حتى لو بوليا بدا لو بدانا بالشحات اعتقد النهارده كان موقف ان اي حد اي 11 كان هيبقوا رجاله وهيأدوا بنفس المهام والمهم في الموضوع كله انك كنت تعدي هذه العقبه واللعيبه كلها اللي بدا واللي دخل اعتقد ادوا اداء اكتر من رائع بغض النظر بقى يبدا بمين ما يبداش بمين المهم كان ال 11 اللي يبداوا هم دول يعني ايا كان من الاسماء كان روح وشخصيه النادي الاهلي كان لازم تظهر يعني دي كانت موجوده من اول دقيقه يا كابتن لكن فرق معانا التوفيق اللي موجود فرق مع التشكيل المناسب بشكل كبير قوي ان انت عايز تجيب جون بدري او عايز تنزل على المكسب كل دي عوامل يا كابتن ساعدتك ان انت تركب المباراه من بدري قوي يمكن الحمد لله يمكن واحده والثانيه والثالثه جون والرابعه جون والخامسه جون فكل دي حاجات ايجابيه يعني انت بعد خمس ست فرص بتجيب ثلاث اهداف فدي حاجه كويسه جدا خصوصا ان انت كمان ما راحش عليك حاجه يمكن خاص في الشوط الثاني ممكن واحده او حاجه طبيعي جدا كابتن الاجواء دي صعبه جدا وملعب ترتان كل دي اجواء بتصعب المباراه مع الرطوبه العاليه اللي موجوده مع ان انت رايح لازم تكسب وطبيعي ان هو ينزل ضاغط كمان بعد ما انت احرزت مبكرا لان يعني بالبلدي كده مفيش حاجه هو خايف عليها يعني لكن ان احنا ما رجعناش لورا بعد الهدف الاول ده خلاك دخلت في المباراه بشكل كويس قوي انك قدرت تحقق الجول الثاني والثالث صحيح انا شايف اليوم كله كان مثال يا كابتن كتشكيل كتوفيق للعيبه كاختيار حتى للتغييرات كلها كانت تغييرات موفقه جدا جدا طبعا يعني فالحمد لله على مكسب عارف ايه اللي عجبني كمان كابتن احمد ان واكيد كلنا تابعنا المباراه ان يمكن اول ربع ساعه ثلث ساعه في الشوط الثاني بدا شويه التراجع شويه اللي عجبني جدا مواقف حصلت جوه الملعب يمكن ناس كتير ما شافتهاش الشناوي وعصبيته على اللعيبه توجيهه للعيبه بتتكلم كمان بدري بنون في وقت من الاوقات بدا يشد اللعيبه لا يعني لما بتحس كمان بدا الدنيا تميل كان في ثقه موجوده بسبب 2-0 لكن لما بتحس ان الموضوع في شويه كسل لا في ناس بقى بتشد الفرقه ده مهم كمان ممكن ناس كتير ما شافتهاش لا طبعا والحاجات دي يا كابتن هي اللي بتكسب هي دي يعني هي دي الفرقه الكبيره تتكلم على لعيب ممكن يفرق معاك بين الشوطين في اوضه اللبس يتكلم يوجه يساعد المدير الفني في التوجيهات كل دي عوامل مؤثره جدا كمان يا كابتن الجهاز الفني كان مركز قوي يعني في تغيير النهارده حصل لو في العادي محدش هيفكر كده لكن معنى كده ان هو مركز تغيير ايمن اشرف طبيعي جدا مش هتغيره لكن انت عشان واخد كارت وراجع من اصابه فحسب كل الحاجات دي فغيره فمعنى كده ان الجهاز الفني بره مركز قوي مع كل التغييرات اللي كانت موفقه النهارده فالتركيز كان من الناس كلها النهارده هو ده شخصيه النادي الاهلي هي روح النادي الاهلي اللي فرقت بشكل كبير قوي من اول دقيقه يا كابتن من اول دقيقه انت نازل عايز تكسب كان واضح جدا انت اللي بتروح على الجون انت اللي حرصت الاول انت اللي جبت الثاني والثالث كل دي كانت عوامل مش على ملعبك ودي سابقه في تاريخ النادي الاهلي الحقيقه انا كمان لفت نظري الشناوي لما اخر كوره جت اوف سايد لما كان يعني صمم لحد اخر لحظه انه شباكه تبقى نظيفه طبعا. وده لفت نظري قوي انه في رغبه في التصميم قوي على الفوز النهارده انا داخل اكسب انا النهارده داخل عندي هدف ان انا اسعد جماهير النادي الاهلي فالحقيقه من كل جوانب على كافه المستويات النهارده كان في تصميم واراده عاليين جدا الحقيقه احنا لو رجعنا لورا شويه يا كابتن بعد بطوله افريقيا او بعد كاس العالم بالاخص الانديه لو ركزت في كل تصريحات اللعيبه او الجهاز الفني احنا هنلعب عشان ناخد البطوله عشان نرجع تاني صحيح فكل الحاجات دي ما بتتقالش كده من فراغ يا كابتن بالعكس اكيد اللعيبه دي حاطه بتلعب مسافره انها تلعب مباراه كده عشان اكسب عشان حاطط في دماغي ان انا عايز اروح كاس عالم الانديه تاني عشان المستوى اللي انا ظهرت بيه عندي كمان اكتر من كان العب نهائي كاس عالم الانديه كل دي عوامل وامور بتخلي اللعيبه ان انا مركز وعندي الحافز ان انا اعمل احسن من اللي انا عملته كمان صحيح.
احنا معانا دلوقتي يمكن حديث مع واحد من نجوم المباراه ديت، ويمكن انا من وجهه نظري ده نجم مباراه النهارده الاهلي وفيتا كلاب، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهارده الحقيقه عمل يعني مباراه ملحميه رائعه جدا جدا امام مهاجمي فيتا كلاب تحديدا، زي ما قلت في الانترو كده قفل عليهم المايه والنور. كريم احمد زميلنا اللي طبعا بيرافق البعثه الى هناك في الكونغو كان ليه لقاء مع ياسر، نشوف ياسر قال ايه بعد الماتش وردت فعله، ونرجع تاني في البيت الكبير. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وكواليس طبعا خاصه بعد الفوز الرائع والمميز جدا امام فريق فيتا كلاب الكونغولي في وسط ظروف كتيره جدا طبعا هنتكلم بيها مع الكابتن ياسر ابراهيم النهارده. رجل المباراه كعادته، واحد من نجوم النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي بقى والروح الكبيره وكل الامور دي هنتكلم فيها مع نجمنا النهارده كابتن ياسر. مبروك يا كابتن ياسر، كان عندكم تركيز كبير جدا، كان عندكم اصرار ان احنا نرجع بثلاث نقاط مهمين جدا هتفرق معانا بشكل كبير في المجموعه، هتفرق وتغير الخريطه بشكل كبير، وده اللي حصل. ببارك لك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. حبيبي الله يبارك فيك، طبعا ببارك للرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي ومجلس الاداره كلهم طبعا، الف مبروك الفوز النهارده. بس دي خطوه من الخطوات الجايه، دي كانت خطوه مهمه وصعبه. الحمد لله يا دي رجاله النادي الاهلي ودي اللعيبه كلها بتتحط في مواقف كتير صعبه زي دي، الحمد لله بنركز كلنا مع بعض، بيبقى كلنا مع بعض ايد واحده بنقدر نتخطى المواقف الصعبه دي، ودي مش اول مره تحصل معانا. فالحمد لله طبعا ببارك لهم، ان شاء الله ديت ما تكونش نهايه الرحله باذن الله، وعندنا لسه كتير ان شاء الله جاي. روحك كبيره جدا يا كابتن ياسر لما بتكون متواجد على دكه البدلاء، سواء متواجد بيبقى نفس الاصرار والعزيمه، بتشجع زمايلك، بتيجي الفرصه بتمسك فيها بشكل كبير جدا وربنا بيكرمك، وده يرجع ليك ان انت مجتهد في التدريب وبتترك على ربنا سبحانه وتعالى. الفتره دي بتتعامل فيها ازاي؟ لان المجموعه كلها هي النادي الاهلي، هو النجم هو النادي الاهلي. طبعا طبعا انا والله مش بتكلم بس عن نفسي كده، لا اي لعيب بيبقى قاعد على الدكه طبعا بيبقى قاعد مركز، بيبقى قاعد مستني الفرصه طبعا تجي له في اي وقت، ويتمرن كويس، يعتمد على الاخطاء اللي انت بتغلطها مثلا في التمرين او في الماتشات، لا يتمرن كويس وعالجها. فطبعا دي كلها حاجات سلبيات بتحصل لازم نعالجها في التمرين، بنحسن الايجابيات بتاعتنا. الحمد لله طبعا اللعيبه كلها بنتكلم مع بعض في الماتشات اللي زي دي، رجاله الماتش صعب بيبقى كل واحد عارف اهميه الماتش عامله ازاي، وفعلا كانت اهميه الماتش صعبه، بس الحمد لله كلنا بنقعد مع بعض وبنتكلم كلعيبه او جهاز فني، طبعا بنطبق اللي مستر بيتش بيقول لنا عليه كله، بنشوف هنهاجم الفرقه ازاي، بنذاكرهم كويس سواء هجوم او الدفاع، فكل ده طبعا الحاجات دي بتفرق معانا التفاصيل الصغيره دي. فالحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، وباذن الله مزيد من اللي جاي ان شاء الله. في صعوبات كتير في المباراه، ترتان درجه رطوبه، لكن النهارده يعني سبحان الله الصبح مطر، الجو هدي شويه، يعني احنا كنا بنقول رساله، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رساله ان لا يعني الاجتهاد والجهد والتحضير للمباراه لازم ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. صعوبه المباراه النهارده شفتها ازاي؟ والتعليمات كانت ايه بالنسبه لك كابتن ياسر في الترتان كمان؟ لان الترتان ده ليه يعني ليه امور كثيره جدا فنيه معاه. طبعا الملاعب الترتان دي معروفه، احنا جينا كذا مره هنا لعبنا فريق الكونغو او مازيمبي، فمعروفين الملاعب بتاعتهم ترتان، الكوره بتبقى معروفه بتنزل التوب تعالى، في حاجات كده تفاصيل صغيره احنا بنبقى حافظينها في التمرين كمان بنشتغل عليها. فلا التحضير للماتش كان من بدري، وطبعا ده توفيق وكرم من عند ربنا ان الجو النهارده كان كويس، فده دي حاجه الحمد لله التوفيق من عند ربنا جالنا كده. حتى لو الجو كان وحش احنا جايين وعارفين ان الجو هنا عامل ازاي، واتمرنا اول يوم هنا في الجو كان صعب، فده توفيق من عند ربنا طبعا، بنحمد ربنا وبنشكره طبعا اللي هو وفقنا النهارده والجو كان كويس معانا وساعدنا طبعا، دي حاجه من الحاجات اللي حصلت كويسه. فلا الحمد لله بشكر الرجاله بتاعتنا كلهم، ان شاء الله ما تكونش دي نهايه المطاف ان شاء الله. مش عايز اطول عليك، لكن ياسر يمكن حصل على مان اوف ذا ماتش النهارده في المباراه، ده بيحملك عبء كبير لان انت لازم تستمر على المستوى ده واكتر من كده. ياسر بتشوف اما بتقرا وبتشوف الناس بتكلمك ياسر النهارده رجل المباراه، الامر ده بينعكس عليك ازاي؟ طبعا بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا طبعا ما اقلش عن كده، ولا ده انا اشتغل تاني واطور من نفسي اكتر واكتر عشان ما انزلش من نظر حد. لا وبعدين النهارده انا بشكر زمايلي كلهم اللي هم كانوا كلهم معايا وكلهم رجاله والله العظيم، مش انا بس النهارده، كلهم رجاله وكلهم كان قلبهم على قلب الراجل واحد وعلى قلب الفرقه. فالحمد لله طبعا بشكر الرجاله، بشكر الجمهور طبعا، وببارك لهم بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله نوعدكم بالعشره ان شاء الله. حبيبي حبيبي حبيبي، بنشكر اكيد كابتن الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ياسر ابراهيم، يا رب ان شاء الله الثقه الكبيره والاصرار الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي يستمر خطوه خطوه ان شاء الله نصل لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي الحصول على البطوله رقم 10 كونفدرالية بطولات النادي الاهلي.
صحوة دفاعية كبيرة النهاردة شفناها في مباراة فيتا كلاب والأهلي، ويمكن زي ما يمكن ياسر قال هو مش أول مرة يلعبوا على ملاعب الترتان، أكيد المواقف دي كانت صعبة، وأكيد لما بيتكلموا كده بتتذكر أنت مواقف يمكن عدت عليك شبيهة بالصعوبات اللي بيعدي عليها هذا الجيل الآن. طبعا يمكن بنحيي ياسر على الاداء المميز اللي ظهر بيه النهارده. يمكن ياسر كمان من اللعيبه اللي بيبقى عليه ضغوط كبيره جدا وبيبقى بعيد فترات طويله، صحيح، وبيطلب منه انه يبقى موجود في مرات صعبه جدا، ومع ذلك بيأدي بشكل كويس قوي وبيظهر بشكل كويس قوي، فبنحييه على اداء النهارده. طبعا مباراه صعبه جدا، الاجواء والملعب، الملعب الترتان دي يمكن الكابتن عارف، لا الملعب دي بقى صعبه جدا، لعبت عليها كابتن اكيد كتير جدا، يعني افريقيا فيها اكتر من ملعب، او مؤخرا بقى فيها الملاعب دي كتير قوي. بتبقى صعبه في كل حاجه، يعني حتى انك عايز تلعب كوره صعبه، الاستحواذ على الكوره نفسه صعب جدا. اي نعم بتبقى عايز لعيبه الكوره، يعني لعيبه الكوره بتفرق شويه في الملاعب دي، تعرف تلعب، تعرف خبرات بقى طبعا، لكن في حاجات تانية بتبقى صعبه جدا، صعبه. احنا اتخضينا كلنا على شريف الوقعه، لان احنا عارفين الوقعه في الملاعب ديت لا قدر الله ممكن تكون حاجه صعبه يعني. وياسر في اخر الماتش، ياسر اخر الماتش كان تعبان بانكر رجله، وايمن حد، لان الملاعب دي بتبقى فعلا صعبه جدا، كل الاجواء دي بتبقى صعبه جدا. لكن يمكن برضو بتحسب للنادي الاهلي النهارده، يمكن تقريبا اول فريق مصري يكسب فرقه في الكونغو بقى لها من فتره طويله، او اول فريق مصري، اول فريق مصري يكسب، فدي برضو حاجه ايجابيه ومش جديده على النادي الاهلي انه يبقى رقم واحد في كل حاجه، حتى انه يكسب في ملعب صعبه جدا. يمكن مازين بدا من الفرق الصعبه جدا، كل الفرق اللي هناك بتبقى صعبه جدا، فبرضو دي من الايجابيات اللي حصلت النهارده الحمد لله. ومن ضمن الكلام ياسر، هاخد من كلام ياسر ان دايما روح بقى، روح الفرقه، حتى هو بيتكلم قد ايه هم كانوا حاسين بالمسؤوليه كلاعبين، يعني بره الجهاز الفني كده. طبعا الجهاز الفني اشتغل بشكل اكتر من رائع، وانا في اعتقادي دي من افضل المباريات اللي اداها موسيماني مع النادي الاهلي. انا كمان شايف مباراه الوداد، لكن دي في ظل الظروف والاجواء ديت، دي افضل مباراه على المستوى الفني واداره المباراه بشكل اكتر من كويس جدا النهارده. لكن كمان ياسر كان بيتكلم ان هم قد ايه كانوا، يعني كان بيتكلموا مع بعض بشكل مباشر، وان هم كانوا شايلين بعض، ودايما بحب في لعيبه النادي الاهلي ان هم عندهم احساس بالجماعه، يعني حتى بيقولوا انت مان اوف ذا ماتش، لا كلنا رجال. يعني الروح دي برضو خلي بالك بتنعكس على، يعني على كل اللعيبه حتى اللي ما بتلعبش. شفنا النهارده سعد سمير بيجري وبيجيب ميه لفلان، بنشوف الروح ديت، ودي روح النادي الاهلي اللي على مر العصور، يعني احنا بنتكلم الكلام دوت من قديم الازل. يعني والله يا كابتن انت لو سالت اي حد في اي جيل اتواجد في النادي الاهلي وحقق بطولات او انجازات، هيقول رقم واحد احنا بنحب بعض، او خوفنا على بعض، او ان احنا كلنا واحد. اوقات كتير كابتن بتلاقي تصريح غريب جدا يقول لك لا احنا الجمهور رقم واحد، مفيش لعيبه هتبقى مع بعض كده يا كابتن الا ويقولوا الكلام الكبير قوي ده، ان الجمهور رقم واحد، او ان احنا لعيبه كلنا واحد. فده ما بيطلعش من النادي الاهلي، ويمكن الحاجات دي يا كابتن بتفرق في الماتشات الكبيره قوي، الماتشات الصعبه والمواقف الصعبه. يمكن الاهلي بيتحط فيها كتير قوي، برده البطوله اللي فاتت راح برده ماتش الهلال السوداني، وانت برده محتاج تكسب او تعمل نتيجه ايجابيه، وبالفعل حصل، وكل الناس كانت متخوفه جدا من الفرق السودانيه او الملاعب السودانيه، مع ذلك الحمد لله ربنا كرم عشان انت كده. البطوله اللي فاتت كمان يا كابتن كان فيها ظروف كتير قوي، توقفات كورونا مع الاصابات مع كل الحاجات دي، لما تبقى فرقه قويه وفرقه كبيره والحب اللي موجود بين اللعيبه بينهم من بعض تقدر تتخطاها. طبعا تقدر طبعاً تتخطاها طبعاً. عندنا مباراه برضو مهمه جدا، وعلينا الا ننخدع برضو بنتائج المريخ السوداني، يعني فريق اكيد قوي، بس رتب قول لي بقى لو احنا ان شاء الله باذن الله عندنا مواجهه مهمه جدا جدا يوم 2 ابريل، بنتكلم في مجموعتنا، بنتكلم في افريقيا، قول لي شكل المجموعه ممكن يتغير ازاي، خاصه طبعا لو الاهلي احرز يعني هدف برضو مبكر زي اللي حصل النهارده. طبعا مباراه الفرق السودانيه كمان يعني بتبقى صعبه جدا، وكلنا عارفين كده، سواء الهلال او المريخ بتبقى مباراه صعبه جدا. اجواءها والقرب المسافه كابتن وحضرتك عارف، يعني قرب المسافه بين مصر والسودان في الفكره حتى بيصعب الامور دي جدا. يمكن احنا لعبنا، انا اتواجدت في اكتر من مباراه كمان مع الهلال السوداني، صعبه جدا. يمكن اللي هيسهل الموضوع شويه موضوع عدم الجمهور ان شاء الله انه مش متواجد، دي هتسهل الدنيا شويه. لكن انت بتتكلم في النادي الاهلي، اكيد النادي بيلعب على المركز اول، كل تفكيره في كده، لو ربنا كرم وقدرنا ان احنا نكسب المباراه الجايه هتبقى 10 بونت، مع اي تعثر لسيمبا وارد، خصوصا ان انت هتلعب سيمبا على ملعبك. فاكيد مباراه مهمه، اكيد النادي الاهلي عامل حسابها من دلوقتي. يمكن المباراه كمان صعبه جدا، انها ما فيش وقت، تقريبا 4-5 ايام والمباراه بعد كده على طول موجوده 5 ايام. فدي برده من الحاجات اللي من وجهه نظري بتبقى صعبه وسهله، تركيز خلاص بتخرج من تركيز المباراه للمباراه اللي بعدها. عارف كمان اللي بيصعبها يا كابتن، ان خلاص المريخ بره المسابقه،
وعندهم مدير فني جديد انجليزي، فبالنسبه له المباراه يعني ممكن جدا، انا مش خسران حاجه يعني، بعمل تاريخ ودوت ان انا اكسب نادي الاهلي بالظبط يعني. فدي ده كمان الناس تقول اه هو على المستوى الفني طبعا بيمر بازمات كتيره جدا، لكن لما بيروح النادي الاهلي هناك وانت رحت هناك للسودان وعرفت طبعًا، بيبقى شكل تاني طبعًا، وبيبقى تركيز مختلف طبعًا، بجانب انك بتلعب فرقه خرجت خلاص بره البطوله وبالتالي ما عندهاش حتى تخسرها. فانا شايف ان دي الجزئيه المهمه جدا اللي لازم يتعمل حسابها يعني. طبعا يا كابتن الفرق اللي مش باكي على حاجه بلغه الكوره بتبقى مع اصعب الماتشات اللي بتلعبها، وخصوصا هو يعني سواء المريخ السوداني او اي فرقه في القاره الافريقيه بيبقى تاريخ وانجاز بالنسبه لنا نكسب النادي الاهلي حتى لو انا مش حق البطوله. في فرق كتير قوي يا كابتن اكسب النادي لكني خدت البطوله، فده من الحاجات اللي هتصعب المباراه جدا، خصوصا انت عندك فيتا برده 4 بونت فقريب، فانت كنادي اهلي محتاج انك تحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله ان شاء الله مع التركيز اللي كان موجود النهارده اللي شفناه صحيح، بنفس الاداء بنفس التركيز من الجميع، يمكن من مجلس اداره من جهاز فني من لعيبه، لو التركيز ده كله موجود ان شاء الله تبقى المباراه اللي جايه ان شاء الله تبقى سهله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. على مستوى اكتر حاجه شفتها او انت يعني انت كلاعب، ويعني انا عارف انك بتفكر كمان في الحته التدريبيه، شايف اكتر حاجه اتعملت النهارده كانت سبب في فوز النادي الاهلي انه قرر المباراه كويس جدا من قبل بدايتها، يعني تحضير يعني تحضير المباراه كان انا من وجهه نظري كان تحضير هايل، انك بتلعب بره ملعبك وبعد تعادل بوقت قريب بسيط مع نفس الفرقه، وانك تلعب بالتشكيل الهجومي اللي برده فيه توازن دفاعي كبير قوي. انت كل التغيير كان فيها كابتن ان انت بس غيرت الناس الثلاثه اللي قدام في الناحيه الهجوميه ان هم بيعرفوا يلعبوا على الجول. هو اكيد قرر ان انت المباراه اللي في القاهره ضيعت كتير جدا، وصلت كتير قوي بس ما حرصتش، فيمكن من وجهه نظري ممكن يكون خد الجزئيه الايجابيه ان ساعه ما نزلت شريف ومروان خدوا الثقه اكتسبوه فابدا بيهم طبيعي، وخصوصا على المستوى التهديف. وكمان انت بتلاعب حسين او طاهر لعيبه كويسه، لكن يعني ما بيروحوش مش قريبين من الجون زي مروان او شريف مظبوط، فدي برضو حاجه اكيد هو قراها كويس جدا ان انت خلاص وصلت هنا كتير وضيعت، يبقى انت محتاج انك انا بوصل فعايز حد يكون قريب من الجون، حد يعرف يجيب جون. فيمكن ده كانت فكر مستر موسيماني انه يلعب بالثلاثه اللي شبه فلوده صراحه مع قفشه اللي ادى النهارده بشكل كويس قوي، يمكن وجهه نظري برده كان من اللعيبه اللي ليها دور كبير قوي في نتيجه صحيح. النهارده وصل وضيع واحرز مع سوليه وديانج كانوا قايمين بدور هايل النهارده، محمد هاني مش عايزين ننسى حد، كل الناس ادت بشكل كويس وبدر وايمن كلهم الحقيقه كل الناس كلهم. لكن انا مبسوط بالناحيه الهجوميه كابتن زي ما قلت اشتغل الراجل قرى الماتش اللي فات كويس قوي، كان من اول دقيقه كانت بتوصل للجون، وده يعني بتبقى صعبه جدا في مباراه افريقيا اللي بره ملعبك دي، انك من اول دقيقه بتوصل مره واثنين وثلاثه وتحافظ ثلاث اهداف بالشكل المميز ده، فده النهارده تركيز كبير قوي من الجهاز الفني. كان في شك انه الفرص النهارده تكون علشان انت خارج ارضك تكون قليله، ومع ذلك شفنا يعني اكبر استغلال للفرص، ومن ثم جاء يعني جه احراز الاهداف. عايزه اخد رايك في الحرب النفسيه اللي اشتغلت قبل ما المباراه دي تبدا تحديدا، كانت قلقه احمد صديق يعني كنت بتقراها ازاي؟ واكيد عدت برضو عليك يعني تصريحات قلق ممكن يجي لك من المنافس فيخليك شويه لا تفكر لا ده ممكن يحصل كده من رئيس النادي وعلى المستوى كمان مدير الفني الفيتا كلاب. لا يمكن الاجواء دي كل الجهاز الفني واللعيبه متعود عليها، والتصريحات الكبيره قوي دي والناس ما هو ده برده من التحضير للمباراه. ممكن لما بتقرا انت حاجه زي كده وتكون داخل على مباراه مهمه او مباراه حسم من المباريات الحاسمه زي النهارده بتقولوا لبعض بتتكلموا يبقى شكل كلامكم عامل ازاي؟ لا هو الكابتن عارف الامور دي. احنا ساعات بنفرح لما بنلاقي مثلا فرقه افريقيه داخله الاستاد وعمالين يسقفوا ويطبلوا خلاص الحمد لله هنكسب يعني. هم دي ممكن تقوس عندهم، لكن هم خلي بالك ده ساعات بيبقى دليل على الخوف لما تصريحات بتطلع من رئيس او المدير الفني او رئيس الفني. ده بيدل جزء منه حرب نفسيه وجزء منه خوف وقلق من النادي الاهلي. فاحنا واحنا لعيبه واحمد تفتكر كنا بنتفائل لما لعيبه الافارقه يخشوا ويقعدوا يزمروا ويرقصوا وبتاع قبل اثناء التسخين، فبنقول ان شاء الله هنكسب. لان احنا يا كابتن حضرتك عارف احنا التركيز موجود سواء هتلعب الفرقه اللي هتلعبها مركزه او لا، انت تركيزك موجود لازم تركيزك يبقى اعلى بنسبه كبيره جدا، فكل التصريحات دي يعني ده ما ياثرش معاك كمان من نظري واكيد لا يعني ملوش علاقه خالص. اللعيبه دي بتفصل احنا كلاعيبه ممكن قبل المباراه اعمل كل حاجه، لكن هنزل الملعب 90 دقيقه يمكن ومثال كبير قوي بركات ده كابتن بركات ده يمكن قبل المباراه مثلا بخمس دقائق تلاقيه واحد تاني في هزار وضحك ينزل الملعب
حد تاني خالص. قمه الجد. كان بيقول لنا بالظبط دي حقيقه فعلا. وتلاقيه في الملعب اكتر واحد بيجري واكتر واحد بيتضرب واكتر واحد بيضرب، ما عندوش مشكله. القياس ده بقى على كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي. انت عارف كمان كان كابتن جوره الله يرحمه حتى على مستوى المنتخب لما بيكون رايحين نلعب فرقه والفرقه المدير الفني بيتكلم هنكسب منتخب مصر او 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 بيجيب الكلام ده كله وبيحطه بيلزقه على الباب وبيلزقه جوه المعسكر تبقى قدامك، يقول لك بص فلان اللي بيتكلم علينا ازاي، بص فلان بيتكلم عليك ازاي. ده نوع من انواع التحفيز الايجابي طبعا. وده يمكن قلته للنادي الاهلي ان ساعات التصريحات دي بتبقى بتتحول لطاقه ايجابيه عكسيه صح، وتبقى اللعيبه طب انت بتقول كده ماشي انا هرد في الملعب بالزبط. ودايما بيكون الرد في الملعب يعني بالظبط، وده بيحصل كتير جدا يا كابتن. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن لعيبه النادي الاهلي بالاخص كل تركيزهم في الملعب، وحضرتك عارف مجلس الاداره واكيد الجهاز الفني بيبعدوا اللعيبه تماما عن اي مشاكل او اي حاجه ملهاش علاقه بالملعب، انت تركيزك في الملعب بس. ليك كل الامكانيات والصلاحيات ان انت تطلع او تخرج افضل حاجه عندك في الملعب سواء في تدريب او في المباريات الرسميه. فعشان كده اللعيبه لا بتبقى عارفه كويس قوي ان دي حرب نفسيه مش اكتر من كده، عاملين حسابه واكيد الجهاز الفني بيشتغل على كده. يمكن مستر موسيماني كمان من وجهه نظري شكله شاطر كمان في الموضوع ده كده. هو برضو للامانه ليه تصريحات بتبقى برضو تصريحات ايجابيه، تصريحات برضو بتبقى ليها عامل نفسي كبير قوي سواء للاعيبته او للمنافس او للمنافس. فاكيد برضو النقطه دي موجوده مع الجهاز الفني يعني النادي الاهلي. ناخد ايه من مباراه النهارده؟ يعني انت تقول النهارده خرجنا بايجابيات وايجابيات كتيره جدا جدا، ايه اللي ناخده من مباراه النهارده ونمسك فيه بقى بايدينا واسناننا زي ما بيقولوا؟ وان دايما لعيب الكوره لما بيوصل للتوب فورم او الفرقه لما بتوصل للتوب فورم بتعمل حاجات عشان تحافظ اكتر وقت ممكن على هذا المستوى. انت تقول اهم حاجه نمسك فيها عشان نبقى على هذا المستوى ايه؟ تركيزك يبقى مش ال 90 دقيقة. انت خلاص انت وصلت لمرحلة يا كابتن انت بقيت رقم واحد في افريقيا وبقيت مصنف عالمي، يعني انت حضرتك بتتكلم في ثالث عالم للأندية. مش بطولة شرفية، بالعكس بطولة رسمية وليها وخلاص محسوبة انها بطولة رسمية طبيعي. فبالعكس انت دلوقتي مصنف ان انت ثالث عالم، فأكيد كل حاجة محسوبة عليك. تتكلم في مباراة على ملعبك ضيعت كتير جدا، ما اقدرش اقول بعدم تركيز لكن نقدر نقول عدم توفيق. عدم أو توفيق ما كانش معاك. لما ربنا كرم والتوفيق كان موجود النهارده تكسب بالثلاثه باداء كويس قوي، فمعنى كده ان انت اكيد تشتغل كلعيبه او كجهاز فني بتحضر للمباراه بشكل كويس قوي هتلاقي التوفيق معاك. فاول حاجه التركيز مهم جدا. التركيز لازم يكون والتحضير للمباراه ده شيء ايجابي طبعا. طبعا مهم جدا. ثاني حاجه يا كابتن دي نقطه مهمه جدا ان اي لعيب لازم، وهم اكيد حاطين لهم كده، اي لعيب موجود في النادي لعيب اساسي مش احتياطي. انت بتتكلم في مروان كل الناس كانت بتبعده المباراه اللي فاتت بيحرز هدف والنهارده بيأدي بشكل كويس قوي، ما اقدرش تقول ابدا انه لعيب. ايه اللي لفت نظرك في مروان النهارده؟ بص زي ما قلنا قبل كده مستحيل يا كابتن يكون في لعيب كل المدربين بتتفق عليه وعنده مدربين اجانب يعني مش مدرب اجنبي صحيح. مدرب منتخب مدرب نادي مش معقول يا جماعه احنا كل المحللين اللي جولنا هنا ويعني وزمايلكم يعني كانوا دايما بيجتمعوا على موسيماني، وده يعني في حاجه اكيد الناس ديت بتشوفها والمحللين دول بيشوفوها على عكس يعني اللي احنا بنشوفه على وسائل الاتصال. انت شفت ايه النهارده في مروان؟ بص انا اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا، يمكن الكابتن عشان طبعا كابتن هاني انا دربت عارفه ومدرب احنا كجمهور بيبقى لينا اشكال معينه في اللعبه، وانا بحب اللعيب ده عشان مثلا ممكن بيجيب جول او بيرقص. لكن مدير فني انا محتاج لعيب معين بيعمل لي حاجه معينه في الملعب انا محتاجه في دي، ممكن ما يكونش بيجيب جول لكن بيعمل لي حاجات اهم بكتير قوي انه يجيب جول. والحاجات دي ساعات مش متشافه لبعض الجماهير. احنا يعني انا وانا بتفرج عين جمهور غير ان انا بتفرج بعين المدرب او غير بتفرج بعين ان انا لاعب، كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا. لا المدرب محتاج حاجه معينه، ممكن كلنا متفقين على لعيب شايفينه هايل لكن ممكن يكون عنده نواحي او نواقص في حاجات معينه المدرب شايفها. فمروان مستحيل يكون كل المدربين اللي اتعاملوا معاهم بيلعبوه هو ما عندوش ميزه، بالعكس لعيب مميز لعيب منتخب لعيب النادي الاهلي بيجي عليه اوقات برقم بيبقى رقم واحد في مصر فاكيد عنده ميزه. لكن النهارده انا شايفه بيأدي بشكل كويس جدا، محطه كويسه اشتغل على الجون ماتش اللي فات جايب جون، نزل الراجل مجرد ما نزل جاب جون، فلعيب كبير لعيب مهم. صحيح. لو اتكلمنا على مروان وعودته، مش هقول عودته هو باصراره رجع تاني الفورم عاليه جدا من اسيست لاهداف. نتكلم كمان على اتنين لعيبه اعتقد مهمين جدا، هو طاهر محمد طاهر وده عنصر مهم جدا بيستغله موسيماني في اوقات بتبقى اوقات فعلا حاسمه، وبنتكلم على اجاييه كمان. اجاييه بعد يمكن عودته من فتره طويله لكن
كمان اجاي يعني بيعمل اداء اكتر من رائع ولعيب ممتع يا كابتن. يعني كمان تبقى مبسوط وبيبقى نادر جدا كابتن في اللعيبه الافارقه انك تلاقي لعيب حريف بجد. يعني يمكن سواء اللعيبه اللي جت مصر او بره مصر حتى, يعني حتى اللعيبه المحترفه في دول العالم كله او في الدوريات الكبيره صعب جدا او قليل جدا تلاقي لعيب افريقي حريف. فده من اللعيبه الحريفه قوي الممتع بجد اللي الكوره عنده سهله واسهل حاجه ممكن يوصلك للجول. لا من الاجابات اللي موجوده قوي عودته من الاصابه. بس ده كان رايك فيه قبل ما يعود من الاصابه ولا لا؟ هو اختلف جدا جدا وظهر بشكل لافت للنظر مختلف اجاييه قبل الاصابه عن بعد الاصابه. لا ده هو لعيب من اول يوم ما هو موجود في النادي الاهلي هو ليه دور وليه بصمه وليه شكل مختلف. يمكن ممكن اشيل مروان واحط بواليا او اشيل بواليا واحط صلاح ايا كان, لكن ده عنده حاجات عنده مميزات مش موجوده في الفرقه كتير, يعني مش موجوده في اللعيبه اللي موجود. بعدين بيشتغل فيرود ما عندوش مشكله, بيشتغل باور رايت, طيب ليفت ما عندوش جوكر مشكله. جوكر جوكر في الناحيه الهجوميه بيبقى لعيب مميز, وكمان هو كمان زي ما قلنا لعيب ممتع بجد يعني. فعودته برضو من النواحي الايجابيه, وكمان كابتن الحمد لله ما خدش وقت طويل على ما دخل في الفرقه بعد الاصابه, وده كانت مفاجاه لناس كتير بصراحه. يعني الحمد لله عشان هو لعيب كوره كابتن. عارف لعيبه الكوره لعيبه الكوره ما بياخدوش وقت طويل عشان يدخل في الفرقه او يطلع كل اللي عنده, هو عشان لعيب كوره كويس قوي فدخل في الفرقه بسرعه, ودي من الاجابات اللي حصلت الحمد لله. يعني كنت راضي عن التحكيم النهارده بشكل كبير. الحمد لله كان هايل. يعني كان هايل النهارده. يمكن عوض كتير قوي من المباراه الوداد او يعني مش عايزين نتفضل, لكن النهارده كان مميز, التحكيم كان مميز, والنادي الاهلي او اللعيبه سهلت المباراه على الحكم الافريقي النهارده. وهو كمان كان يعني كان في روح حلو, يعني الحكم كمان مبتسم بيضحك مع اللعيبه, قرارات كان قريب جدا جدا, وشفنا في لقطه قال لك كمان يعني المعلق قال لك ده هيعمل تاكلنج على الشحات بس هو كان قريب جدا من كل كوره بصراحه. واحنا دايما بنقول لما يكون تحكيم واحنا بنطلب دايما العدل, يعني ما نقولش حاجه, لكن النهارده اعتقد التحكيم كان ماشي بشكل اكتر من رائع. يعني كابتن هنا كده تحكيم مثلا اتكلم على رضوان جيد المباراه اللي قبل من افضل محكمين افضل الحكام طبعا. غلط في كوره او في هدف في ضربه جزاء مستحيل يكون فيه اي حاجه, ومع ذلك ما غيرناش رأينا فيه, قلنا لا حاجه صحيح. كويس ممكن يكون التوفيق ما كانش في اليوم ده فما عندناش مشكله خالص, لكن التحكيم النهارده كان كويس جدا. وجهه نظري برضو ان اللعيبه سهلت المباراه كتير قوي على الحكم النهارده بانك حرصت هدف في الثاني, فدي سهلت المباراه على الحكم بشكل كبير قوي. خلت الموضوع يمشي بهدوء اكتر وسلاسه, وكانوا يعني ماسكين اللعب بشكل كبير. طيب عايزين نتكلم معاك بقى يعني كده بشويه تفاصيل عن المجموعات كلها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا دي كانت الجوله الرابعه في كل المجموعات. الحمد لله النادي الاهلي يعني كانت جوله حاسمه بالنسبه له انه يفوز بيها, والحمد لله فاز بيها. فعايز كده معاك نبص على المجموعات, نبدا طبعا بمجموعه النادي الاهلي. تمام. وشايفين على الصوره طبعا سيمبا 10 نقاط, النادي الاهلي 7 نقاط, فيتا كلوب 4 والمريخ 1. شايف المجموعه دي ازاي من خلال ناقص مباراتين, يعني في جولتين ان شاء الله, شايف ان شاء الله ترتيب المجموعه بعد الجولتين القادمتين هتكون شكلها عامل ازاي؟ طبعا سيمبا بيادي بشكل كويس, يمكن فرق معاه كتير قوي فوزه على النادي الاهلي طبعا. في المباراه الاولى دي فرقت معاه بشكل كبير قوي, يمكن برضو مش ما اقدرش اقول انه مفاجاه قد ما اقول ان هو اشتغل بشكل كويس فريق سيمبا, قدر يحقق نتائج مش متوقعه, فرقت معاه بشكل كويس قوي. لكن نتمنى ان شاء الله متصدر. طبعا نتمنى ان شاء الله في نهايه الجوله او نهايه الجولتين اللي باقيين باذن الله يبقى الاهلي ان شاء الله متصدر وبنسبه كبيره مع سيمبا. طيب يعني عشان برضو النتائج المجموعه دي, طبعا فوز النادي الاهلي 3-0 على فيتا كلوب, وفوز طبعا سيمبا على المريخ بنفس النتيجه 3-0. يمكن المريخ بعيد خالص طبعا, خلاص يعني بره الصوره خالص يعني. يمكن المنافسه هتبقى ان شاء الله, لكن بنسبه كبيره محسومه بين ان شاء الله بين النادي الاهلي وسيمبا باذن الله. قريت باقي المجموعات يا كابتن احمد؟ دي النتائج طبعا يعني يمكن عندنا سان داونز في المجموعه الثانيه. سان داونز طبعا في المجموعه الثانيه متصدر. على الشاشه بس عندنا نتائج المباريات النهارده, يعني الهلال بيتعادل 0-0 مع طبعا شباب الجزائري بلوزداد الجزائري. فيتا كلوب طبعا زي ما بنقول خصم النادي الاهلي 3-0, بيترو اتلتيكو 0-0 مع كايزر شيفرز, وسان داونز اعتقد سان داونز هو الفريق الوحيد اللي يمكن العلامه الكامله 1-0 على مازيمبي. مازيمبي بالنسبه لك مفاجاه؟ يعني نتائج يعني مازيمبي جدا, يعني انا من الحاجات الصعبه جدا ان مازيمبي يبقى في اخر المجموعه بالشكل ده وانه يخسر على ملعبه كمان. دي مجموعه مازيمبي اللي قدامنا من المفاجات. يمكن المجموعه دي من المجموعات القويه جدا يا كابتن, لكن سان داونز بيأدي بشكل كويس قوي.
بيلعب كره كمان عنده ماتش مهم بيلعب كره النهارده كمان ادى بشكل كويس قوي. طب المجموعه دي مين الاقرب للحصول على المركز والله التاني. المجموعه دي صعبه جدا كانت يمكن صنداونز حسن بشكل كبير قوي لكن انت بتتكلم في الهلال والشباب بلوزداد ومازيمبي 3 و3 ونقطتين فالامور قريبه جدا ما اقدرش من وجهه نظري ما اقدرش احدد مين اللي بقى التاني صعبه في يعني الجولتين اللي جايين هيحسموا بشكل كبير هيحسموا بشكل جدا وخصوصا ممكن تلاقي مازيمبي كسب الماتشين فبقى يطلع تاني اللي هيكسب الماتشين يا كابتن هيبقى تاني مع سان داونز من وجهه نظري يعني. طب عايزين نتكلم عن المجموعه الرابعه الحقيقه النهارده الزمالك برده كان ليه ماتش مهم جدا مع الترجي وخسر الحقيقه بنتيجه 1-0 للترجي شفت المجموعه دي ازاي؟ المجموعه دي الترجي طبعا متصدر المجموعه دي مجموعه صعبه يمكن طبعا زعلانين على خساره نادي الزمالك النهارده كنا نتمنى انه يحقق المكسب لكن بشكل كبير كده بقى نادي الزمالك بره المجموعه وبره البطوله كنا نتمنى انه يبقى متواجد لكن فرق معاه كتير قوي خسارته من الترجي في المباراتين الا لو كسب الماتشين كمان يا كابتن احمد اللي جاي يعني بقت صعبه شويه يعني والمولوديه يخسر كمان يعني محتاج معادله صعبه شويه ان هو يكسب الماتشين والمولوديه يخسر الماتشين فبتهيألي من وجهه نظري ممكن تكون صعبه شويه لكن نتمنى التوفيق نتمنى ان يبقى حتى لو حاجه صعبه شويه نتمنى انها تحصل لنادي الزمالك يبقى موجود ان شاء الله المولوديه عايز نقطه واحده بس يعني من وجهه نظري الترجي الماتشين اللي جايين ليه من وجهه نظري يعني طيب المجموعه يمكن الوداد كمان عامل نتائج اكتر من رائعه يعني الوداد لو بصينا طبعا بدون خساره خالص وكمان عنده نقطه مهمه ان هو لغايه دلوقتي لم يدخل مرمى اي هدف من خلال يمكن الاربع جولات اللي فاتوا يمكن فريق الوداد على مستوى الدفاع اعتقد من افضل الفرق يعني لو بصينا كل الفرق عليها اهداف الا طبعا يعني كمان سيمبا كمان على مستوى الدفاعي لكن الوداد ماشي بشكل اكتر من رائع حورية الكيني في المركز الثاني بخمس نقاط يعني نتكلم في 10-5 كازر شيفر زبر خمس نقاط وبترو اتلتيكو خرج بره المنافسه برضو مجموعه بس هي المجموعه دي متداريه شويه يا كابتن المجموعه دي متداريه شويه يمكن مع احترامي الكامل لكل الفرق اللي فيها من وجهه نظري يعني انها من اسهل المجموعات اللي موجوده لكن الوداد بيأدي بشكل كويس قوي كانوا بيقولوا على مجموعه الاهلي هي اسهل مجموعه لا طبعا ترد دلوقتي النهارده على الكلام ده ازاي لا بالنتائج اللي موجوده كان لا ايه يعني قيمت انت النهارده مجموعه الاهلي ازاي صعبه متوازنه لا مجموعه سهله صعبة. لا مجموعه نظري مجموعه صعبه تتكلم في عندك ثلاث فرق بينافسوا سيمبا والاهلي وفي تكلوب النهارده بينافس فمجموعه صعبه جدا لكن بتتكلم في المجموعه الثانيه لا الامور مختلفه تماما يعني يمكن كان بعد القرعه كان بيقول ان المجموعه الثانيه هي مجموعه الموت يعني مجموعه فيها سان داونز الهلال مازيمبي ودي حقيقه يعني لو بصيت على النتائج برضو بنسبه كبيره تقدر تقول ان دي مجموعه صعبه سان داونز حسن لكن عندك ثلاث فرق بينافسه بالظبط ثلاث فرق بينافسه نفسه لحد اخر جوله فدي تقدر تقول من المجموعات الصعبه جدا يعني والاهلي نفس الكلام عندك برضو فرقتين او ثلاث فرق بينافسوا على بطاقتين يعني وارد جدا تلاقي سيمبا بس سيمبا بنسبه كبيره خلاص يعني سيمبا يعني والاهلي بنسبه كبيره متأهلي. خلاص متأهلين كان نفسنا يبقى المريخ الحقيقه ولكن يعني بيتزايل المجموعه بتاعته صحيح بس ده كمان يديك مؤشر لدور الثمانيه يعني برضو دور المجموعات ده عشان يطلع منهم ثمان فرق لربع النهائي فخلينا نتكلم بكل امانه ما زالت البطوله صعبة جدا. يعني مشوار البطوله يمكن دولا اصعب من البطوله اللي فاتت كمان اصعب من البطوله يعني اللي فاتت للفرق اللي موجوده او اللي ممكن تبقى موجوده في الدور الجاي البطوله يعني تبقى عندك صعبه جدا عندك سان داونز بيأدي اداء اكتر من رائع الوداد. عندك الوداد الترجي. عندك الترجي مولدية. عندك مولودية ان شاء الله يكون النادي الاهلي فهتلاقي الامور في دور الثمانيه بقى مختلفه خصوصا هيبقى في اكتر من فرقه عربيه او من شمال افريقيا ودي برده بتصعب المباريات بتاعتها تبقى صعبه جدا انا شايف ان البطوله او بعد الدور ده الامور هتبقى صعبه جدا في كل الماتشات يعني الماتشات هيبقى دور الثمانيه دور قوي جداً يعني نتمنى ان شاء الله كل التوفيق طبعا كنا نتمنى النهارده نادي الزمالك يحقق الفوز لان ده مصلحه الكره المصريه ودايما بنقول ويمكن الذكرى بترجعنا للنسخه الماضيه وان قد ايه كنا فخورين اصلا بوجود اتنين فرقتين من مصر اللي هي على ملعبك كل دي امور بالعكس كنا سعداء جدا ان تتكلم في بطوله نهائي بطوله افريقيا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك فرقتين من مصر صحيح على موجودين في الظروف الصعبه اللي كانت موجوده ان كمان النهائي يبقى موجود في مصر فكل دي كانت ايجابيات موجوده كنا نتمنى ذلك انه يتكرر السنه دي لكن بقت صعبه على نادي الزمالك اتمنى ان شاء الله التوفيق للفتره الجايه باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله
هنرجع بقى تاني زي ما يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال للعيبه واحنا شفناهم في الطياره يرجعوا بالسلامه ان شاء الله، ان خلاص واذا عادت النادي الاهلي قفلنا يا جماعه خلاص ملف الافريقي خلص. وعايز اخد رايك كمان ان يعني بالتواصل مع الكابتن محمود الخطيب كابتن سيد عبد الحفيظ كمان بيضاعف مكافاه الاجاده او مكافاه الفوز بهذه المباراه، وانا دايما بشوف ان اخر حاجه يعني الفلوس مهمه عشان ما نضحكش على بعض، لكن اخر حاجه بيجي هي عمليه المكافئات خاصه واحنا في الظروف الصعبه دي. شفت برضو الخطوه دي من ناحيه السبورت اللي مجلس الاداره بيقدمه للفريق عامل ازاي؟ هو دي يا كابتن بس بتوصل رساله ان مجلس الاداره موجود وبيساند وفي ظهر اللعيبه والجهاز الفني، من اكيد ما بتفرقش مع اللعيبه، اللعيبه كده كده عايز تكسب شويه يعني لما تكون يعني بص يا كابتن مهمه جدا بتفرق بعد المباراه لكن صحيح. انت في الملعب لا بالعكس فكرش انا عايز خالص طبعا وخصوصا الامور الماديه يمكن نادر جدا لما بتلاقي بيبقى فيها كلام في داخل النادي الاهلي صحيح. سواء من اللعيبه او مجلس اداره او من جهاز فني بيبقى نادر جدا يكون في مشاكل في فلوس او في ماديات او ان حتى تصريحات حتى عن المكافئات الاستثنائيه بتبقى قليله جدا عشان دي لوائح موجوده صحيح. ولكن شايف برضو انها رساله كويسه قوي من مجلس الاداره بس كابتن محمود الخطيب انه يبقى في ظهر اللعيبه بعد المباراه بشاره بضعف المكافاه، فدي برضو من الحاجات الايجابيه، واثق تمام الثقه ان اللعيبه من بعد المباراه بيفكروا في المباراه اللي جايه، قفلوا تماما صفحه المباراه بتاعه النهارده، بيركزوا في مباراه المريخ. امبارح كانت تصريحات كمان رئيسه النادي فيتا كلاب ان هي بترصد يعني كانت عايزه بتقول طبعا مكافآت ضخمه للعيبه في حاله الفوز طبعا كل دي تشجيع هو تاريخ ليهم يعني انت ممكن يكون في فرقه في افريقيا كانت كل تاريخها انهم كسبوا النادي الاهلي او تعادلوا مع النادي الاهلي وكل ده التاريخ بالنسبه لهم، وهم كمان بيني وبينك كان املهم كبير جدا جدا كانوا قريبين لانه كانوا قريبين وكان فرصهم اكتر من النادي الاهلي كانوا قريبين طبعا لو هم كسبوا النهارده كان هم بقى اقرب او بمعنى صح كانوا خلاص ضمنوا الصعود بنسبه كبيره جدا صحيح. لكن الحمد لله ان كان التوفيق معانا النهارده لان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. يمكن انا سعيد بجد ان دي شخصيه النادي الاهلي النهارده شفناها بجد وشفتها من اول دقيقه، فرقت معايا كتير قوي يا كابتن من اول دقيقه بجد كنت ممكن تكسب لكن بالاداء ده بالنتيجه الكبيره دي من وجهه نظري في الملاعب الصعبه قوي دي من اول دقيقه بتكسب من اول دقيقه بتهاجم، فكل دي كانت ايجابيات موجوده النهارده الحمد لله يعني. الحمد لله ايجابيات كتيره جدا جدا، ودي كمان زي ما احنا بنقول دي لازم بقى تنعكس ان شاء الله باذن الله هذا الاداء وهذه الروح وهذا التركيز يستمر ان شاء الله على مستوى المشوار الدوري. انت عارف كمان الدوري نلعب تحت ضغوط ان انت مطالب كمان انت عندك مباريات مؤجله ومطالب انك تتصدر الدوري وبالتالي دي ضغوط النادي الاهلي متعود عليها فهيخش على طول على مشوار الدوري. شايف لغايه دلوقتي يعني النادي الاهلي عنده لسه 3 مباريات مؤجله لكن مشوار الدوري ماشي ازاي؟ برضو الدوري صعب جدا السنه دي برضو طبعا في عندك اكتر من فرقه بتادي بشكل كويس قوي، ما اقدرش اقول مفاجات لكن بيادوا بشكل كويس مصعبه البطوله برضو مع الغيابات اللي بتبقى موجوده مع ظروف كورونا اللي في اي يوم انت النهارده ممكن تبقى حاطط تشكيل معين تيجي بكره تغير التشكيل او تغير اللعيبه اللي موجوده في قائمه المباراه عشان في لعيبه مصابه بكورونا او الاصابات، لكن اكيد النادي الاهلي بيشتغل بتوازن بين بطوله افريقيا وبين الدوري وبين الكاس ده طبيعي جدا، وعندك قريب مباراه سوبر افريقي ان شاء الله لسه ما تحددش كل بس يعني اكيد الاجنده مليانه ان النادي الاهلي مركز في كل الامور دي بيساعد في كده يا كابتن. الحمد لله انت عندك لعيبه ما اقدرش اقول عندك دكه كويسه قد ما اقول انت عندك 25 او 30 لعيب كلهم الحمد لله كلهم لعيبه كبيره وكلهم لعيبه اساسيه صح. وبتشوف ده بفضل الله انك النهارده بتلعب مروان ما عندكش مشكله بتلعب واليا ما بتلعب شريف بتلعب ما عندكش مشكله صحيح. المباراه اللي فاتت صلاح نزل جاب جون ما فيش مشكله، فكل ده كابتن من اللي بتديك قوه كبيره بشكل كبير قوي ان انت ما عندكش مشكله في حاجه تقدر تنافس على دوري تقدر تنافس على بطوله افريقيا. فاتمنى ان شاء الله بس كده التوفيق يبقى معانا مش هيبقى في مشاكل في حاجه. بمناسبه الدوري كان في النهارده يعني قرار صدر من اللجنه الثلاثيه باجتماع كل الانديه علشان يناقشوا فكره تلاحم المباريات والضغط او العبء اللي بيمارس على الانديه بسبب الماتشات اللي بتتلعب يعني ورا بعض، تفتكر ممكن يخلص الاجتماع ده على ايه ولصالح مين في النهايه؟ والله احنا بنسمع كلام كتير بس يعني حتى ما ينفعش احنا نقول ما ينفعش اقول ان انا ما تقول يا كابتن احمد رايك يعني ما ينفعش اقول ان انا بسمع كلام ان انا مثلا افكر الغي دوري او ازاي يعني في ضغوط وفي مباريات مضغوطه وعندك اجندات لمنتخب اولمبي ومنتخب اول وفرق في افريقيا، لكن مش معنى كده ان انا اختصر واسهل على نفسي ان انا الغي بطوله وبطوله مهمه جدا وبطوله بادئه من فتره، فيعني مش عايزين نتطرق لحاجه زي كده. انا اكيد ما اتوقعش ان حاجه زي كده ممكن تحصل. ده يتحل ازاي يا كابتن؟
اكيد في هم المفروض ان يكون في جدول محطوط من بدري اكيد عاملين حساب. ما فيش جدول محطوط من بدري. انا بقصد المفروض يبقى كل ده ويمكن ناس كتير قوي كانت بتطالب بحاجه زي كده. كل موسم بنتكلم نقول لا الموسم الجاي هيبقى فيه نظام موجود، هيبقى فيه لوائح، هيبقى فيه جدول ثابت، مش هيبقى فيه اي تغيير، ولكن بتلاقي الظروف بتتغير او مجلس الاداره او مجلس اتحاد الكوره بيتغير. لكن اتمنى ان يبقى فيه حل، وحل برضو يساعد كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا اللي بتنافس، حل برضو يساعد المنتخب او المنتخبات اللي موجوده. اتمنى ان يكون في حل ان شاء الله يرضي جميع الاطراف يعني ان شاء الله باذن الله، وده خاصه كمان لمصلحه الفرق اللي بتلعب على المستوى الافريقي، مصلحه كل الانديه، وكمان بينعكس على مصلحه المنتخب اللي كمان بنتمنى له كل التوفيق في المشوار ان شاء الله، مباراه كينيا ومباراه جزر قمر. كابتن احمد بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن سعيد، مبروك معاك النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن، ومبروك للمنتخب اللي جاي يا رب. يا رب يا كابتن ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك يا شكرا جدا. معادنا مع محمد وفارس فقره خط احمر في البيت الكبير، ازيكم؟ اهلا بيكم ومبروك للاهلي، يوم جميل، لحظه زي ما كان بيتكلم كابتن هاني الاسبوع اللي فات، نحن مستنيين اليوم ده ولان معنوياتنا كلها مرتبطه باليوم ده. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك، واهلا طبعا بالكابتن هاني، واهلا بيك يا سام، واهلا بكابتن احمد صديق، ثلاثاء عظيم من كل الوجوه. صحيح، مبروك عليكم ومبروك علينا، وان شاء الله دايما النادي الاهلي مفرحنا، وانتم كمان مفرحينا بالفقره المميزه دايما. حبيبي يا كابتن هاني، اشكرك جدا، اشكرك. اتفضل. اتفضل. طبعا حلقه مميزه ان شاء الله في الثلاثاء العظيم، نشوفكم بعد الفاصل والاهلي خط احمر.